رح نحكي أكثر بالتفصيل عن الاجتماع وغيره من المواضيع مع ضيفنا لليوم الدكتور إبراهيم شعيب، عضو اللجنة العلمية للروبوتك. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير على هالدعوة الكريمة والإضاءة على المسابقة الهامة جدا يلي بشوفها. يسعد صباحك عن جديد. اليوم خلينا نحكي بالأول بالتفصيل، كيف كان، شو كان مضمون الاجتماع وشو هي المسابقات المتضمنة والأعمار؟ هلا نحن بنبلش اول شيء بالتعريف بالمسابقه. المسابقه هي دبليو ار او يلي هي اولمبياد الروبوتيك العالمي، هي مسابقه عالميه بتنظمها منظمه هي دبليو ار او، منظمه الاولمبياد العالمي للروبوتيك. فنحن في سوريا في منظم هالمسابقه هي، وشاركنا فيها تقريبا عام 2015 بشكل رسمي، وكان الاجتماع امبارح هي لاعلان شروط المسابقه والفئات المسابقه اللي راح تكون السنه، واعلان عن المسابقه الوطنيه، يعني دعوه للفرق لحتى تحضر حالها لحتى يشاركوا بالمسابقه الوطنيه، وبنشوف بعدين مين بده يتاهل للمشاركه بالمسابقه العالميه. السنه في ميزه راح تكون، او يعني راح تكون المسابقة العالمية أونلاين، ولكن المسابقة المحلية راح تكون إن شاء الله إذا سمحت الظروف راح تكون المسابقة بوجود المتسابقين بمكان واحد، مع اتخاذ الإجراءات أكيد، مع إجراءات طبعا إجراءات الحماية الفردية، الوقاية، التباعد الاجتماعي والكمامات. طيب خلينا نحكي عن المسابقات الثلاثة اللي رح تكون موجودة وتفاصيلها أكثر. هلا كل سنة هي أول شيء المسابقة، نعرف شو هدفها للمسابقة. المسابقة هي مسابقة روبوتيك للأطفال وللشباب، سابقا كان في مسابقة جامعية معها، حاليا السنة وقفت المسابقة الجامعية، فهي بتشمل الأعمار من 8 سنين ل 20 سنة. ففي عندنا ثلاث مسابقات أساسية في هذه المسابقة. عندنا المسابقة النظامية يلي فيها ثلاث فئات، فئة ابتدائية وفئة متوسطة وفئة متقدمة، وفي عندنا مسابقة ثانية هي المسابقة المفتوحة يلي كمان فيها نفس ثلاث فئات. المسابقة المفتوحة هي عبارة عن مشاريع موجهة بحل مشاكل الطاقة. الطاقة المتجددة هي طاقة لها فوائد كثيرة، ويعني شوي شوي العالم عم تعتمد عليها ولكن لها مشاكلها. فالهدف من المسابقة أو عنوان المسابقة اللي هي العام هذا هو الباور بوت. فالباور بوت المقصود فيه الفيوتشر اوف ذا انرجي او مستقبل الطاقه، يعني بدنا نعلم الاطفال كيف يستخدموا الانظمه الروبوتيه والابداع تبعهم لحل مشاكل الطاقه النظيفه او الطاقات المتجدده. فعندنا بالمسابقه المفتوحه ممكن مثلا يشوفوا كيف ممكن يستفيدوا افضل شكل ممكن من الطاقه المتجدده في المنازل، كيف بدهم يحلوا مشكلة الطاقة ووسائل النقل. حاليا وجود السيارات الكهربائية في إلى مشكلة كتير كبيرة، هي مشكلة الشحن. تمام. شحن السيارة الكهربائية بحاجة إلى زمن طويل، ولهالشيء هذا بده يكون في، مو كل واحد عنده بيته كراج يقدر يشحن سيارته، فرح يكون في مساعدة أو طلب من الطلاب أنه يفكروا بحلول روبوتية مساعدة أو أنظمة روبوتية تساعد بحل هالمشكلة هي. وفي مشكلة ثالثة هي أنه في عنا عدة مصادر للطاقة النظيفة، منها الشمس، منها الريح، منها طاقة المياه أو طاقة الأرض الجوفية. فالطاقات هي بتكون متوفرة بأوقات معينة وغير متوفرة في أوقات أخرى. فمثلا الشمس، هلأ الشمس مشرقة، في عنا طاقة شمسية، ولكن ممكن يكون في غيوم في المساء في الليل ما في عنا طاقة شمسية. فكيف بدنا نحصل على الطاقة في المكان المناسب، أو أمثلة مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، كمان هي من الأسئلة يلي موجهة بالمسابقة المفتوحة. هلأ هي المسابقة الثانية. المسابقة الثالثة هي مسابقة جديدة وهالسنة تجريبية. ما رح تكون تجريبية، ما أنا مسابقة رسمية، بس هي مسابقة جيدة جدا ومتقدمة. هي الفيوتشر انجينير، فيوتشر مهندس المستقبل. يعني مسابقات الدبليو ار او او اولمبياد العلمي السوري هدفها كلها هي انه الاطفال يتعلموا مفاهيم الستيم ادوكيشن، الستيم يلي هو العلوم والتكنولوجيا والهندسه والرياضيات، انه يجمعوا هالعلوم مع بعضها ليحصلوا على منتج مفيد للمجتمع وللمحيط يلي موجودين فيه الطلاب.
فالفيوتشر انجينير هي بتهتم، يعني حكينا عن في نوعين من السيارات حاليا عم يتطور بالعالم، في تطوير للسيارات الكهربائيه يلي سائق بسوقها، بس كمان على التوازي في تطوير للسيارات ذاتيه القياده. فمن سنوات عديده وكثير شركات عالميه عم تشتغل بهذا المجال، وصلوا لمراحل متقدمه. فهون كمان بهالمسابقه هي رح يكون التركيز انه رح يكون في سياره صغيره الفريق المشارك بالمسابقه بده يصممها بحيث تكون مقاده لحالها، تعمل جولات متعدده، ورح يحطوا لها اشارات على الطريق بدها تروح على يمينهم او على يسارهم، فلحتى يصير عندهم مفاهيم. هي مشان هيك اسمها مهندس المستقبل، يعني هالطلاب الشباب الصغار بهالعمر بين 16 و19 سنة بهالمسابقة هاي مع مدرب طبعا بده يوجههم، بده يتعلموا كيف يصمموا هالسيارة من التصميم الميكانيكي للمتحكم للكمبيوتر للبرمجة تبعها، ولحتى تقدر يكون فيها حساسات ذكية ممكن معالجة صورة لحتى تقدر تتحكم لحالها وتقود على الطريق بمفردها. فهدول هن المسابقات الأساسية الموجودة. هلا نحن عم نحكي دكتور عن شيء إذا بدنا نقول هو كتير عظيم وبحاجة لمخ كتير كبير وتركيز وكل هي الأمور والتفاصيل اللي أنتم أدرى فيها، من 16 ل20 سنة برأيك هن قديش فعلا قادرين يكون في تنافس على المستوى العالمي ويحققوا إنجاز على المستوى يرفعوا علم سوريا بالعالي؟ وهذا الشيء مو جديد عليهم أكيد، قد بدهم دعم معنوي، قد بدهم دعم مادي، قد بدهم يمكن يكون كافة الدكاترة والمشرفين حواليهم. نحن هذا دورنا، يعني بالحقيقه نحن بنشكر هيئه التميز والابداع، يعني انا شخصيا بتشكر الهيئه لانه هي عم تقدم كل الرعايه الممكنه لحتى نرعى هالمواهب وهالعقول الشابه هي لحتى نحصل على افضل النتائج الممكنه. هلا ظروفنا صعبه بس مع ذلك نحن عم نسعى، يعني في عده اتجاهات او في عده امور بحاجه للتحقيق لحتى نحصل على نتائج جيده، يعني مثل فريق كره القدم يعني لحتى منتخبنا ياخذ مراكز متقدمه في العالم يجب ان نبدا منذ الصغر، يجب ان نبدا من المدارس. عندنا التعليم الحمد لله ما زال رغم الحرب ما زال مستمر، ولكن الروبوتيك وتعليم الروبوتيك نحن بحاجه الى جهود اكبر لنشر نوادي الروبوتيك في المدارس، في كان في سابقا الجمعيه ولا تزال الجمعيه العلميه السوريه المعلوماتيه في لها نشاط في هذا المجال، في بعض المدارس الخاصه، في الجامعات. فبدنا نركز، يعني في عندنا مثل ما حكيت قبل شوي انه عندنا الطلاب المتدربين، في عندنا التجهيزات، الكتات مكلفه، بدنا بنعمل او الهيئه تعمل على تامين هذه الكتات ودعم من القياده، وفي عندنا المدربين والحكام وتنظيم المسابقات. فكل هالمحاور هي بدها عمل بشكل جيد لحتى نحصل على نتائج متقدمه، والحمد لله يعني خلال السنوات الماضيه يعني من 2015 حتى الآن نتائج اللي حققتها سوريا، أنا شاركت أو كنت موجود بعدة مسابقات عالمية، كنت بهنغاريا وبالهند بال 2016 وحققنا نتائج متقدمة جدا بالنسبة للإمكانيات الموجودة وعدد الفرق، وعم نحاول دائما أنه نتوسع أفقيا بالانتشار بالمدارس والجامعات وشاقوليا أنه بالمستوى المتقدم في هذه النوادي. دكتور يعني كل تقريبا مسابقة بيكون في لها شعار معين أو خليني أقول شيء معين عم تشتغل عليه، في شيء كان للبيئة، في شيء كان مواضيع مختلفة بعالم الروبوت وقد هو قادر يساعد الإنسان والإنسان يبرمجه حسب احتياجاته. السنة رح يكون في شيء مختلف طبعا بما يخص الجائحة العالمية كورونا ضمن الروبوتك والمسابقات الموجودة؟ هلا السنه المسابقه مركزه مثل ما حكيت هي الباور بوت، هي مركزه على مستقبل الطاقه وليس عن جائحه كورونا. ما في شيء بخص كورونا. هلا ما في شيء عن جائحه كورونا، هلا يلي اثر يعني جائحه كورونا اثرت على المسابقه انه العام الماضي لم تتم بشكل رسمي وتمت اونلاين على شبكه الانترنت، وهالسنه كمان بسبب جائحه الكورونا عاده هو كل سنه بتكون في بلد والطلاب والفرق بتروح بتشارك وبيجتمعوا مع بعضهم اجتماع كتير حلو وبيتبادلوا المعارف والثقافات.
السنة رح تكون المسابقة أونلاين، وهي فرصة أكبر رح تكون لنا السنة أنه نشارك. رح يكون في عنا فريق في كل، يعني إذا في الفرق المتأهلة رح يكون في عنا فريق في كل فئة من فئات المسابقة، وإن شاء الله منحقق نتائج كويسة. فما في شيء خاص بجائحة الكورونا بمسابقة الروبوتيك، وإنما التركيز هالسنة هي على مستقبل الطاقة مثل ما قلت يعني، والسيارة الذكية يعني. حكيت دكتور اليوم عن الأونلاين، برأيك اليوم هو بالنسبة للروبوتك وبالنسبة لهي المسابقات ممكن أنه تكون حالة الأونلاين هي حالة سلبية أو ممكن تكون هي حالة إيجابية، لأنه بتتيح مشاركة عدد أكبر من عدد الطلاب يلي تعودتوا أنه يمكن يكونوا موجودين معكم وبحاجة لسفر وإجراءات يلي نحن كتير تعبنا منها كسوريين، فكيف بتشوف حالة الأونلاين اليوم؟ هلا أكيد يعني الأونلاين له سلبيات وله إيجابيات. من إيجابياته مثل ما تفضلت يعني نحن كتير في حالات ما قدرنا نشارك لأنه ما حصلنا على الفيزا، صارت مسابقة في قطر رفضت أعطاء الفيز للفرق السورية المشاركة، في كلفة الطيران، في كلفة المشاركة، كلفة كبيرة وبالقطع الأجنبي، بينما الأونلاين بتسهل على الفرق المشاركة. ولكن بالمقابل الأونلاين يعني صحيح رح يكون أونلاين، ولكن نحن هون رح نعمل على أنه يكون الفرق موجودة بمكان واحد، واللجنة العلمية والهيئة التميز والإبداع رح تكون مشرفة على الفرق وتنفيذها، لأنه فعلا المسابقة مسابقة الروبوتيك بالذات هي مو مثل مسابقة برمجة ممكن كل واحد على حاسبه يشتغل لحاله، بده يكون الفريق مع بعضه، المدرب بده يكون موجود، بده يكون في حكم عم يتابع عم يتأكد من أنه كل الشروط محققة، بدنا نتأكد أنه الطلاب هن قاموا بالبرمجة، هن بده يقوموا بتجميع الروبوت بأيديهم، وهن بده يحطوا البرنامج، وفي شرط مفاجئ كمان بيكون بالمسابقة النظامية. فنحن قدر الإمكان رح نحاول نخفف من أثر الأونلاين على المسابقة ونحاول النجاح ونحصل على أفضل مستوى. وهالشيء هاد سويناه بتأخير، يعني بداية كنا مفكرين المسابقة الوطنية نساويها بنيسان، بس إن لنعطي فرصة أكبر للطلاب والأكبر عدد من الفرق إنهم يشاركوا إنها رح نخليها بالشهر الثامن. فمن هلأ للشهر الثامن يعني كل ما بيكون في تحضير أفضل أكيد. كل ما بيكون في فرصة أكثر للحصول على نتائج أفضل في المسابقة. أكيد. كمان دكتور خلينا نحكي أكثر اليوم، مثل ما قلت أنتم متجهين نحو الطاقة وتوفير الطاقة والطاقة الذكية ومنها السيارة الذكية، شو اللي ممكن يكون هذا الشيء له شيء إيجابي كمان حاليا بالظروف اللي عم نمر فيها، ممكن يكون أفكار لحلول ضمن بلدنا؟ هلأ لحنا الطاقة المتجددة بلدنا لحنا بحاجة إلى بشكل كتير كبير، يعني مثل ما أننا ملاحظين هلأ لحنا بهالوقت هذا الشمس مشرقة، فالطاقة الشمسية أكيد هي من الطاقات يلي ممكن نستفيد منها. ومثل ما حكيت قبل شوي بسوريا وعالميا في مشاكل مشتركة للطاقة المتجددة، يلي منها انه هالطاقة هي مانا ثابتة، يعني الوقود بنجيب كمية معينة من الوقود بنعرف قديش بدها تولد طاقة كهربائية، وبنقدر نضبط عملية الانتاج، وصار في خبرة طويلة بهالمجال هاد. بينما الشمس بتجي ظروف، بتروح الشمس بيطلع غيوم، بالليل ما في شمس، فهون في هالمسائل اللي عم تعالجها المسابقة هي مسائل أو مشاكل موجودة عندنا في سوريا، وبتساعد كمان بحل هذه المشاكل. بس يعني ما ننسى أنه دور المسابقة هو دور تعليمي، عم نطلب من الطلاب، يعني هي موجهة أكثر، مو هالمسابقة هي اللي رح تحل مشاكل العالم في الطاقة أو في الروبوتيك، ولكن تمام هي إلى عدة أهداف، يعني إلى هدف تعليمي أكيد بمجال علوم الروبوتيك، وإلى مجال أنه الربط بمشاكله الحقيقية الواقعية ويفكر فيها هالمشاكل هي، يعني مراكز البحوث في العالم حاليا عم تفكر فيها. فنحن عم نطلب من طفل وفريق روبوتيك أنه يفكر بمسألة كل العالم عم تفكر فيها، ونحن أكيد بسوريا في عندنا مركز بحوث الطاقة وفي مراكز أبحاث وجامعات عم تعمل على هذه المسائل لحتى تساعد بحلها ولحتى تخفف من الأزمات اللي عم نعاني منها بنقص الطاقة. مسابقة مهندس المستقبل مثل ما فهمنا من حضرتك دكتور انه هي مسابقة تجريبية رح تكون لحتى يتم المشاركة فيها بعدين على مستوى العالم، خبرنا اكثر على اي اساس يتم المشاركة وهل هي محسومة او ممكن المشاركة او لا؟
ان شاء الله رحنا رح نشارك اكيد. يعني امبارح نحن من خلال اجتماع من الفرق يلي او المسؤولين عن الفرق يلي اجوا، في عده فرق حابين يشاركوا، فهي موجوده المسابقه رح تكون. هي بس ما أنا جوائز رسميه او ما أنا مسابقه رسميه، ولكن هي مسابقة عادة بيطلقوها أول سنة فبتكون بشكل غير رسمي، بس هي موجودة وإن شاء الله نحن رح نشارك. طبعا إذا في فرق تقدمت وشاركت فلحنا كهيئة أو كلجنة علمية رح نساعد أو رح نقدم ممكن بعض المساعدات للفرق اللي حابة تشارك بهالمسابقة هي. وهالمسابقة هي كتير قيمة وبتعطي يعني علوم جديدة أو مهارات جديدة بحل مسائل متقدمة. يعني يلي قلتوا قبل شوي انه من 50 سنة تقريبا من بداية صناعة السيارات والانسان بفكر انه السيارة ليش ما بتسوق لحالها، فحاليا صار في تقدم كتير كبير بهالمجال، فانه نخلي طلابنا يفكروا بسيارة ذكية ولو كانت صغيرة على مستوى صغير فهو اكيد شيء مفيد وتحدي كبير، لانه بحاجة لاستخدام مثل ما حكيت يعني الحساسات، الذكاء الصنعي، والعربة لازم يكون في إلى شروط محددة، في إلى محرك لتحريك العجلات، وهي في إلى محرك ثاني لقيادة الاتجاه يعني مثل الكيدون او يعني باتجاه اليمين او اليسار. فهالشروط هي كلها بدنا يحققوها يلي بدنا يشاركوا بهالمسابقة، فان شاء الله في مشاركة وان شاء الله بنحقق نتائج، والسنوات القادمة بنكون نتائجنا افضل ان شاء الله يا رب. اكيد بدنا نتشكرك دكتور احمد، شكرا لكم، نتمنى لطلابنا بكل المسابقات ومثل ما عودونا دائما يحصلوا على ميداليات. شكرا لك. شكرا لكم، ويعني كثير بتشكركم على هاللفتة الطيبة والإضاءة على مسابقة الروبوتيك، وإن شاء الله بنحقق أو الفرق اللي بتشارك بتحقق نتائج كويسة بالمسابقة الوطنية بتكون ناجحة، وبالمسابقة العالمية إن شاء الله بنرفع اسم سوريا عاليا إن شاء الله يا رب. ما في شك بهذا الشيء، وأكيد تحيتنا لكل المسؤولين ولكل الدكاترة اللي دائما بيكونوا باستنفار كامل. شكرا كثير لكم.